قال سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إن الابتكار محرك لمسيرة البشرية ومحفز لتطوير القطاعات الحيوية ولغة عالمية لتطوير التجارب والأدوات والحلول للتحديات. أكد سموه أن القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي تقدم خلاصة المعارف والتجارب التي تستلهم منها الحكومات لتطوير تجاربها الخاصة. جاء ذلك خلال افتتاح سموه فعالية ابتكارات الحكومات الخلاقة والتي ينظمها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي. وبين الشيخ محمد بن راشد أن الحكومات الخلاقة هي التي توظف التكنولوجيا وتحولها إلى ابتكارات تخدم الناس وتتبنى منظورا واقعيا يسخر الإمكانات المتاحة في تحقيق الإنجاز. أهمية كبيرة تحملها القمة العالمية للحكومات 2019، وذلك بالنظر إلى محتواها القيم وآثارها الإيجابية الهامة التي تنعكس على حياة شعوب وحكومات الدول التي شاركت في أعمال هذه القمة والمنتديات الهامة الأربعة التي عقدت على هامشها، والتي حظيت بمشاركات نظر لها حضور القمة بأنها مشاركات ذات أبعاد استراتيجية وتنموية كبيرة جدا تسهم في الدفع بعجلة النمو والارتقاء وتحسين جودة حياة الإنسان على مختلف جوانبها. لما نشوف الأهداف للملتقى والجلسات الحوارية ونقارن حقيقة بما تم إنجازه في البحرين، نرى في الحقيقة أن لله الحمد البحرين قطعنا أشواط كبيرة سواء على صعيد تكنولوجيا أو صعيد تحقيق مؤشرات عالية في أهداف التنمية المستدامة والصحة وبرامج أخرى. أيضا البحرين اهتمت كثير في المواطن، بل هو أصبح محور التنمية. الأهمية الأساسية بأن هناك تجارب ناجحة في دولة الإمارات، والملتقى الحكومي هذا يعطينا فرصة لاستعراض هذه التجارب. بالمقابل أيضا هناك أيضا تجارب ناجحة كثيرة في العديد من الدول، وهذا تمثل مثل منصة لاستعراض هذه التجارب. العمل الحكومي اليوم يمثل قطاع كبير جدا من اقتصادياتنا، من عملنا السياسي، من عملنا الاجتماعي في كل دول المنطقة. فمن هذا المنطلق العمل الحكومي لا يمكن أن يكون له نمطية معينة، يجب أن يخرج منها، يتعلم منها، ونعتقد أن هذا هو الهدف الأساسي. حوارات ونقاشات عديدة دارت بين أروقة هذه القمة تناولت جوانب تطوير العمل الحكومي وتوظيف التطور التكنولوجي في التأثير إيجابا لخدمة العمل الحكومي، كما تناولت القمة محاور عديدة كالصحة وجودة الحياة والبيئة، إضافة إلى الاتصال الحكومي ومستقبل المجتمعات والسياسات والتعليم والتجارة، وهو ما أضفى على هذه القمة صفة الشمولية والعمق والإثراء للحضور الذي تجاوز 4000. فرصة أنك تشاهد فيها أفضل الممارسات والتجارب اللي تعتبر نموذجية ممكن يقتدى فيها، تعلم منها، تبادل خبرات أيضا، يعني هذه كلها ممكن يحصل في ملتقى وفي مكان واحد توفر دبي في قمة العالمية للحكومات. على مدى 7 سنوات إذا تشوف التقدم حتى كإمارات، يعني استفادت من التجارب اللي معروضة هنا وقدرت يعني تستغل كل ما هو مثالي وتب مثل ما يقولون في الحكومات في العالم، تأخذه وتطبقه هنا وتنطلق منه. طبعا القمة ذي فرصة للاطلاع على الآليات والإجراءات والأساليب الحديثة اللي تتخذها الحكومات في كل دول العالم، وفرصة للتعرف على هذه الآليات والاستفادة منها. وإحنا البحرين مشاركين في وفد عالي المستوى بعد لعرض تجربة البحرين في التنمية الشاملة، في المالية، وفي الاتصال الحكومي لتخدم المواطنين والمقيمين في البحرين. هذه المنصة بدأت محلية وأصبحت اليوم عالمية، كل حد من كل مكان في العالم يبي ويحضر، يستفيد من المحاضرات، يستفيد من الورش، يستفيد من تواجد الشخصيات الكبيرة. ونحن إن شاء الله من خلال هذه القمة أكيد بنوصل رسالة للعالم أن منطقتنا هذه منطقة غنية بمحتواها، غنية بأفكارها، غنية بأشخاصها،
ونوصل رسالة واضحة للعالم أن احنا إن شاء الله بنكون في القيادة في تطوير العالم، مش فقط تطوير منطقتنا، يعني نظرة أكبر من المنطقة، بل هي نظرة عالمية. القمة العالمية للحكومات، قمة استشراف المستقبل، حظيت باهتمام إعلامي واسع، وتسارعت لتغطيتها مختلف القنوات الإعلامية المحلية والدولية، علاوة على الصحف والمجلات المختصة بالشأن الحكومي والاقتصادي، والذين أكدوا على الآثار الإيجابية للنسخ السابقة لهذه القمة، والتي وضعت الحلول للعديد من العقبات، ونأت بالمجتمعات عن التباطؤ وهدر الجهود، وهو ما يبرهن على أهمية هذه النوعية من الملتقيات العالمية لمواصلة مسيرة التطور والبناء المجتمعي في مختلف الدول. القمة العالمية للحكومات 2019 في دورتها السابعة هي فرصة جادة لتطوير العمل الحكومي من خلال استشراف المستقبل وتطوير آليات العمل الحكومي. هذه القمة جاءت لتبحث التحديات التي تواجه الحكومات والشعوب على منصة واحدة بمشاركة أكثر من 4000 مسؤول من 140 دولة، يهدفون جميعهم لإيجاد الحلول المناسبة وتطوير حياة الإنسان على مختلف الجوانب. من مقر انعقاد القمة في دبي، يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.